صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قراران لسنه 2018 ونص القرار الاول رقم 15 بالغاء الماده الاولى مكررا من القرار رقم 17 لسنه 2002 بشان تشكيل الجهاز التنفيذي في البلديات. فيما نص القرار الثاني رقم سته عشر بالغاء الماده الثالثه والثلاثين مكررا من اللائحه التنفيذيه لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم خمسه وثلاثين لسنه الفين الصادر بالقرار رقم سته عشر لسنه الفين واثنتين.